الراديو 90-90 هواها مصر. شوف مين مع مين غني وعيش معانا ميدا رنا، هنلف العالم هنا من كل مكان، يلا اسمع غنانا قبلي وحكاية في قديم وجديد، لعبة وهنشوف آخرها، ومن البداية هنعيش في أغاني هنقولها ونفتكرها، حبة جنان أسئلة إجابات كله بيمشي في طريقه، هنا مع مينا عطا ورانا سماحة على الراديو 90-90. يا مساء الفل والجمال والحلاوة والسعادة على كل مستمعينا مستمعين راديو 90-90، وخصوصا مستمعي برنامج دويتو غنى مع مينا عطا ورانا سماحة. مساء الفل على كل مستمعين الجمال، دويتو غنى كل حاجة فيه، دويتو اتنينات اتنينات اتنينات، لعب اتنينات، غنى اتنينات، كل حاجة اتنينات. النهاردة هيكون فقرتنا الأهم، فقرة عندنا النهاردة اللي هي أبيض وأسود وبالألوان، هنتكلم عن النجم الجميل هشام عباس. حضروا كل معلوماتكم عن هشام عباس، واللي حابب يلعب معانا أول فقرة يكلمنا على 2-18-10-8-66 أو يبعت لنا اس ام اس على 1-99-9. تقدروا تشوفونا وتسمعونا الابلكيشن بتاعنا الراديو 90-90، تنزلوه وتشوفونا من عليه، او الويب سايت بتاعنا 90-90.fm، والويب سايت الفيسبوك بيج بتاعتنا الراديو 90-90، والهاشتاج بتاعنا تهاشتاجونا على دويتو غنى على الراديو 90-90 بين كل كلمه وكلمه اندرسكور، وعلى الراديو كلمه واحده على بعضها. تسمعينا ايه؟ عايزه اقول مفاجاه كمان يا جماعه لكل الناس اللي هيكلمونا ويلعبوا معانا في لعبه ابيض واسود وبالالوان، هيلعبوا مع الفنان هشام عباس شخصيا على التليفون. في الفقره رقم كام يا مينا؟ الفقره الثانيه ابيض واسود وبالالوان. بعد ما نخلص الاسئله هنختار حد، اكتر حد جاوب الاسئله عن هشام عباس هيكلمه ويطلب منه يغني له حاجه لايف على الهواء. اما فقرتنا الاولى اللي هنلعب معاكم فيها الفقره اللي جايه هي فقره الدويتو، طبعا دي هتبقى مكالمتين مع بعض، هنلعب مع بعض وهنغني مع بعض، ولسه في كمان حسن الشافعي وشادي احمد، ونرجع نكمل معاكم دويتو غنى مع مين؟ يلا بينا. ولسه بتسمعونا على راديو 90-90 دويتو غنى مين عطا ورانا سماحه، ومعانا اول مكالمتين حنان. حنان من اسوان. حنان الو، ازيك يا مين؟ عامل ايه؟ مساء الفل حنان، ازيك؟ عامله ايه يا رانا؟ الحمد لله كله تمام، انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الجو عندكم حلو اكيد دلوقتي؟ اه حلو، برد بس شوية. والله معقول؟ اه النهارده كان برد وكده، زي عندنا احنا كمان. عندكم مطر؟ احنا عندنا مطر. عندكم مطر؟ لا مفيش. لا شفتي بقى؟ شفتي بقى؟ طب معانا مين تاني الناحية التانية؟ معانا هنا. الو الو يا هنا، ازيك يا رنا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله كله جميل. ازيك يا مينا؟ ازيك يا جميلة؟ ازيك يا جميل، انت عامل ايه؟ الحمد لله، انت عاملة ايه؟ كويسة؟ كويسه الحمد لله. البرد مبهدلنا يا مينا. جميل البرد، جو وحش قوي يا جماعه. شايفين رنا لابسه ايه يا جماعه؟ لابسه كل حاجه في البيت. عدي كده على البيت شوف ايه موجود، ولبس كل حاجه ولزت. بردانه بردانه هموت. لازم نتدفى كويس الفتره اللي جايه، زي ما احنا عارفين الشرب والمنابير. لا يعني المنابير ما تضغطوش على نفسكم، لو المنابير مش متاحه ممكن نقضيها شرب بس، يعني مش مشكله. شرب عدس. ايه تاني؟ عسل يا مينا. عسل ليه؟ هوت شوكليت بقى. لا ما بحبش العسل يا مينا. لا هنحلي بالهوت شوكليت. ده العسل ده حاجه، ده اكتر حاجه بتدفي، ده اكتر حاجه بتنفع في الوقت ده. حمص الشام مثلا. تمام. بالليمون كده والشطه خرابي. اي حاجه، اي حاجه حلوه، اي اكل جميل. طب جاهزين تلعبوا؟ يلا ما انا جاهز. حنان مينا عايزه اقول حاجه الاول. اتفضلي. عايزه امسي على نادين حسن. مساء الفل. بقول لكم ايه، ما تمسوا على الناس دي في برنامج سالي عبد السلام، تمسوا. ايه رايكم؟ لا لا يا مينا. طب يلا قولي. نادين حسن. ايوه. هبه فوزي. ايوه. هدهد. ايوه. ابرار. دنيا اللي بتصوت. هجر اللي بتعيط. صابرين على الغل. كملي. هجر اللي بتعيط. مساء الجمال عليهم كلهم. ابوس ايدك نلعب.
بص انا عندي فكره حلوه قوي. احنا نبدا الحلقه، نبدا بعد كده الحلقه نقول اسامي الناس دي عشان محدش وناكد ان احنا مش هنقول اسامي تاني. خلاص هنعمل لكم حاجه زي غدير حسان كده اثبات حضور، وزي برضه اسامي المعلمين مع يونس، ونقول احنا الاسامي بتاعت الناس واحنا من غير ما تكتبوها كمان، من غير امتى احنا حافظينها، احنا حافظينها خلاص. فهنقول كل حاجه بقى، الرنوشيين والمنويين والرنوميناويين والمين والرنوشيين وكل حاجه. خلاص ماشي. حنان انت نمتي يا ماما ولا معانا؟ لا معانا. ماشي حنانه جميله. طب يلا السؤال الاول، مين المطربه اللي كانت بطله فيلم شاطئ المرح؟ ايه ده؟ الله الله حنان الله الدلع. لا 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 الناس في اسوان برضه بقول لك ايه؟ مذاكرين طبعا جدا. يا جماعه الاسئله صعبه يا جماعه. والله سهله ده، حنان جاوبت في اقل من منت. طب خدي السؤال ده، اغنيه الشحروره صباح لا اتغنت في فيلم ايه؟ ايه ده؟ لا لا تيران تيران دقة 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 ولا شط؟ ليلة بكى فيها القمر؟ كتير. الايه؟ ليلة بكى فيها القمر؟ ايه يا شيخ؟ لا ده مش بتاع صباح خالص. لا بتاع صباح بس ده كان يعني اخر فيلم تقريبا عملته صباح. مش بتاع لا خالص. تعملوا اللي احنا في الافلام. طب سؤال تاني، سؤال تاني مسموح لكم بسؤال ده كمان. ده اخر سؤال، ده الفاينل. الفيصل. الفيصل. الفاينل. الفاينل. ده سهل قوي السؤال ده. يلا. بلاش السؤال ده. ده سهل. أو بلاش قولوا معلش حد. طب اغنيه جامعه النجم الكبير العالمي حبيبي احمد عدويه، عم احمد عدويه، بابن المطرب العسل محمد عدويه. ايه يا حنان؟ حنان الاعلان بتاع فودافون. لا 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 خالص، اغنيه احمد عدويه محمد عدويه غنوا مع بعض اغنيه. طيب احسن. طيب احسن. يا نهار اسود عليا وعلى عشتي السودة يا بنتي. طيب احسن ده غناه محمد عدويه لوحده. ده كان اول البوم يا شيخه، وكان اسم الالبوم الطيب احسن. دويتو دويتو احمد عدويه، النجم الكبير احمد عدويه وابنه محمد عدويه. شفت بطوله لسه معمول. تيرارا تيرارا وعيال. انا منسحبه. لا يا جماعه انا وشوش دراويش عماله تبوح بكلام المولد يعني. خلاص يا عموما يعني حنان، حنان اللي معانا. حنان تحب تسمعي ايه؟ اغنيه انا الصاحب. الله عليكي. اسوانيه شويه الاغنيه. اللي الايقاع الخماسي ده هو مش خماسي قوي بس هي تحسيها هي. لا خماسي طبعا. ده خماسي. بس هي مش خماسي والله. شريف من كده خدها في حته كده بقى. شريف يا جماعه انا عايزه ابارك له على اغنيه هيفاء وهبي الجديده. حنان حالا هنسمعك انا الصح. الاغنيه دي يعني بجد اغنيه هايله، من احلى الاغاني اتعملت فعلا في الفالنتين. وطبعا ببارك لصاحبنا الجميل ملحن سمير ابو طالب، انه ان هو برده اللي ملحن الاغنيه. بنتشرف بيك والله. حياتي سامر، حياتي شريف مكاوي، الكرياتيفيتي عالي قوي شريف اليومين دول. انا الصاحب ونرجع نكمل معاكم دوت غنى مع مين؟ نورنا. يلا بينا. انا شايف حياه متقفله في وشي، ومهما تعب ما بوصلش، افضل كده لامتى؟ ويا صاحبي يا صاحبي لينا رب كبير، يعني تفايل بالخير، هو اللي عالم بينا وبحالنا. ويا صاحبي يا صاحبي سبتها لله، وانا مع مينا ورانا. ولسه مكملين معاكم فقره الدويتو. دويتو دلوقتي بين رحمه وبين ايمان. رحمه. الو. لا مش رحمه، انا ازراء، بس شكلي كده كل ما اقول ازراء سكه تقفل في وشي فقلت اغير. شكرا لا قوي يا اسراء. عشان يبقى اسراء انت. الو الو الو. ما ينفعش يا اسراء. ايمان. عيب احنا مش بنعمل الحاجات دي. ازيك يا ايمان؟ الحمد لله. مين ايه؟ الحمد لله كله حلو. مين ايه في السعادة؟ كله زي الفل. جمال جمال. سقعانين جدا وبردانين والحمد لله. وانتي؟ رجليا متلجة متلجة. شرابات. شراب. طبعا. لا ما في ثلج بيدخل جوه الشراب. شرابين. لكلوك لكلوك. شرابين على لكلوكين. الموضوع هيظبط جدا. على الدولاب كله. تمام. معانا الناحية التانية عبير. عبير. مش مثلا يا رنوش وحشاني قلبي. اخبار الحمد لله يا عبير كله زي الفل. انت عامله ايه؟
انا الحمد لله بخير. وبعدين ايه القمر ده؟ ربنا يخليك. قمر انت شايفاني اصلا؟ انا مش شايفاني. انا شايفه هدوم حتى من غير ما اشوفك. انت قمر يا عز حبيبتي، ربنا يخليك. عاوزه اقول لك حاجه بقى، احنا فخورين بيكي والف مبروك على مسلسل افراح ابليس. الله يبارك وحلمك طبعا المسرح الاستعراضي، وان شاء الله يكون اضافه كبيره ليكي ان شاء الله. والله نجاح دايما يا قلبي، ويا رب دايما مشرفانا ورافع راسك حبايبي. عايزه اقول حاجه، ابعت سلامات الرنوشين بقى بسرعه بسرعه. نيرو صيام وميوش وازراء زهراء ايوه ونودي محمد وبس سيد وطبعا تحيه لتوام الرنوشي عابر سامي حصل ولاجدع واحلى اجمل ام موده بجد. واحلى تحيه لكل الناس الجميله. ايمان عايزه تقولي ايه بسرعه؟ عايزه في عجالة. هجرب السلام عليكم. الله يسلمك. سلمنا عليها جدا. وعايزه هي بتسمعنا، عايزه اقول لها عايزه اذكرها عشان هي جابت لي هديه في عيد الحب. شوف بقى الحاجات الجميله دي يا سيدي. بس والجيش المنايه وكلهم بيسلموا وبيمسوا مساء الفل. يلا بينا جاهزين انتوا الاثنين؟ جاهزين. يلا رنا سوقي. أغنية المطربة بوسي بتفرج على الأيام كانت تتر مسلسل إيه؟ تتر مسلسل بتاع غادة عبد الرازق اللي أيوة. هو أيوة اسمه إيه بقى؟ اللي هو كان آخر واحد ده، مش فاكرة اسمه. تتري ولا شايفة ولا سعادة طبعا. رحيم جميل. وفي عينيا الدموع لمعة. أيوة اسمه أيوة إيه بقى؟ أيوة أيوة على الأيام مش فاكرة اسمها إيه؟ فاكرة يا عمير؟ أنا فاكرة إن هو كان معاه ماجد المصري. برافو جميل. ده يعني غادة عبد الرازق عامل ثلاث مسلسلات معاها ماجد المصري. لا اللي هو المسلسل الاخير ده لما كانت مدرسه. الاسم طب ايه؟ حد عارف فيكم ولا لسه؟ الخنكه قصدكم؟ ايوه هو. برافو عليكم. سمعكم حته سمعكم حته منها ونكمل بقى. طب ثانيه قول عايز تقول ايه؟ انا دنيا مش ايمان. الله الله الله. باي 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 باي. العيال دي عاملها بلوك يا معلم. العيال دي ما تتكلمش تاني والله. يا ولاد اللذينة. تعالى اسمع حتة نبوس. يلا يلا بينا. طب يلا نكمل. عايزين نمسي على كل حبايبنا الجمال اللي على الفيسبوك. مريهان مسعد، مين عاوزين حفلة ليك انت وشيرين قريب؟ ربنا يكرم ان شاء الله. يوسف شبراوي، حبيبي يا مينا وحشتونا والله. وبيجاوب على السؤال بتاع النجم هشام عباس. هنقول لك الاجابه في الاخر. عندي كمان على تويتر عايزه امسي على مهرات الحومي واريام وإلوية منوية وميوش ار اس وفاء حرب ار اس وغادة ام اي وهند مينا عطا وياسمين مصطفى ار اس وكمان امنية محمد ار اس ومنة طارق منوية ودودو رنوشية وجني ووفاء حرب ومين تاني. عندي ام مواد، احلى مسا على عيونك رنوش. اماني جمال، مساء الفل يا رنا. مساء الفل يا نهاد، مساء الفل يا شروق. فيشو ماتريكس، احلى مساء، احلى مساء عليك يا معلم. ساره سو، مساء الجمال على ابطالنا الغالي ورنوش الجميله، مساء الفل يا ساره. محمود شعبان، مساء الجمال. شروق عادل كمان بتقول مساء الجمال يا منى ومساء العسل يا رنوش، منورين الدنيا كلها. وعايز تسمع اغنيه هادي موسى. حاضر. هي عندنا هنا الاغنيه؟ عندنا. طيب حاضر نلعبها دلوقتي. يلا على طول يلا بينا. ماشي هايدي موسى اللي هو بتتحكي. ونرجع نكمل معاكم دوت غنى مع مين؟ نورنا. أيوة. نكمل بقيه الاسئله عن النجم الجميل هشام عباس. معنا عبير. الو عبير. الو ايوه عبير، ازيك؟ ازيك يا رنوش، عامله ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. رنا بس بقول لك بحبك جدا جدا جدا. يا روح. ومبروك على المسلسل ومبروك على المسرح الاستعراضي. الله يبارك فيك يا حلو. على كل حاجه ويا رب بالتوفيق دايما كده، ومكسره الدنيا وكل خطوه بس بتعمليها كده بنجاح اكننا احنا اللي عاملينها، يعني احنا مبسوطين اكتر منك والله. ربنا يخليك يا عبير يا قمر. وعايزين بقى مفاجآت تانية كده، وعايزه طلب مني طلب رنوش، ممكن؟ اتفضلي. ممكن يعني تغني نفس الحنين وتنزليه على البيج بتاعتك او على سناب شات؟ عايزه اسمعها بصوت بليز يعني. حاضر. عيوني عيوني عم مستنياها. ماشي حاضر. ازيك يا مينا؟ طبعا ازيك يا جميله. جاهزه؟ مجهزه شويه معلومات حلوه عن النجم هشام عباس. طب اسالوني عن تامر حسني يعني. يلا النهارده نجمنا هشام عباس. ماشي، فاحنا النهارده يعني وهنعمل لكم حلقه عن تامر حسني. الاسئله اللي فاتت كانت سهله جدا، كنت وانا قاعده عماله اجاوب كويس. اهو هديكي سؤال سهل اهو. طب يلا. اغنيه صيني غناها النجم هشام عباس في فيلم ايه؟ دي سهله اهي. اغنيه ايه؟ صيني. صيني صيني صيني. اللي هو بتاع فيلم احمد السقا. ايوه ايوه ايوه. استنى اسمه ايه؟ ايوه
اسمه فاستكرا كان احمد السقا وخالد صالح الله يرحمه وخالد صالح ايوه برافو عليكي ثاني واحده اسال اختي ماشي معاكي اهو ازعقي عليها ازعقي عليها لا ساره ساره اسمه سمي سمعنا حته صيني كده طيب قبل ما تجيب الاجابه شايف 30,000 جنيه ام وده بتمسي علينا برضو حلا ورادينا صبري بتمسي علينا مين تاني رانا عندك على تويتر على تويتر نهاد ام كي وهدهد منويه وساره سارو ومهوش وهدير وكنزه وزيزي رنوشيه ونانا اوشي وعبير الشال ومين تاني مين نونا ايه نونتي على الفيسبوك نينا هاد حورية الجنة دينا احمد ريم المنوية الإيلوية هد هد معنا ندى الو الو ازيك يا ندى ازيك يا رنا عامله ايه الحمد لله كله زي الفل احسن ولا من الاسبوع اللي فات وانت كمان عايز اقول لك بس حاجه واحده اتفضلي فاكره اول لقاء مع دكتور مدحت العدل فاكره واول ما المكالمات اتفتحت اول مكالمه اتقالت فيها ايه ايه لما دكتور مدحت العدل سأل مش فاكرة مين يعني من الفانس كان بيتكلم فقال له نفسك تشوف رنا ايه كان ولد فقال له نفسي اشوفها بتحقق حلمها المسرحية الاستعراضية الغنائية فاكرة ولا لا فاكرة حققت مش فاكرة مش فاكرك يا لمبي شهادة وفاة بابا ايه حبيبتي يا ندى كنت تفكرني بالجملة دي يا ندى ما كنت قلتها لي على طول خلاص يا ندى عسل يا ندى برافو عليك يا ندى برافو عليك يا ندى ربنا يخليك يا رب وربنا يخليكوا ليا والف مبروك على المسلسل الله يبارك فيكي واللي السيشن برضو بتاع الكوتي هايلة حبيبتي ربنا يخليك ده احلى كوتي ده احلى سيشن ولا ايه احلى كوتي واحلى سيشن اه والله جاهزة طب لأسئلتنا النهاردة طب اخر سؤال برضه عشان ممكن في حاجه ما حدش فاكرها كتير اتفضلي ده فزوره تانية هتفزفزها فزفزها مع بعض قولي النهارده على انغامي مريض نفساني جابت 1,100,000 الحمد لله مبروك يا اولاد مبروك الف مبروك مبروك يا رب دايما كده يا رب يلا بينا يلا بينا اسم الدويتو اللي غناه النجم شعبس مع الفنان الجميل حميد الشاعري الله يا غزال لا ده كان مصطفى قمر مش مشكله مشوها هشام عباس مع حميد الشاعري لك انا على الخاطر لكان في النيه طب اسمها ايه الاغنيه برافو يا عيني برافو ماشي. سؤال تاني صعب بقى صعب اغنية في الاول بس بتاعت الفنان هشام عباس كانت في فيلم ايه؟ في الاول بس؟ في الاول والاول بس بنشوف اخر الدنيا؟ اي شاطرة برافو عليكي شاطرة يا ندى بقول لك ايه شكلك كده هتكلمي النجم هشام عباس اخر سؤال يا ندى محظوظة اخر سؤال ماشي اغنيتين لهشام عباس بتقول بحرف البي اغنيتين لهشام عباس بحرف البي؟ ايوه ليه مينا كده مين هتكلميها تلاقيش انت اكتر حد مجاوب معانا كده كده النهارده لحد دلوقتي طب استنى افكر تاني عندك 3 وسائل مساعده اللي هم معرفش حسيت ان عايز اقول كده حسيت نفسك كده حسيت ان جورج كرداح في نفسي بالليل تنام العيون بال ايه بوعدك يا حبيبي طبعا صح بوعدك ببساطة ايه ببساطة لا ده انت بتقولي بقى ايه ده كده احنا دخلنا صبر إيه طب غنيها كده ببساطة دي لا انا فاكرة اسامي بس كذابة بتغش يا كذابة طب بلاش ايه بحن ليه بلدي بص ايه ده بتجيبيهم منين دول انا على جوجل يا عمي سمعنا هو ولا ايه سمعنا بالليل تنام العيون عيني ما تدقش نوم بتيجي في بالي بس هو تمام يعني ندى لحد دلوقتي اكتر حد مجاوب معانا للنجم ندى خليك معانا عشان انت اللي تقريبا كلمه النجم هشام عباس عايزين نروح نسمع حاجه للنجم هشام عباس ونرجع ناخد مكالمه ندى مع النجم هشام عباس رنا فريقين في دويتو غنى شوف مين مع مين غني وعيش معانا على الراديو 90 90
ولسه بتسمعونا على راديو 90 مين عطا ورانا سماحه دويتو غنى. ودلوقتي معانا النجم الجميل اللي منورنا القمر هشام عباس السوبر ستار زي ما وعدناكوا معانا على التليفون. الو الو مساء الجمال. مساء الفل. مساء الفل يا نجم العالم. وحشتوني جدا 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 والله. وانت اكتر. وانتوا بتعملوا ايه؟ احنا بنتعلم منك. تعلموا مني؟ والله قاعدين بنسمع اغانيك وبنقرا التاريخ العظيم ومستنيين. التاريخ العظيم. طبعا. والله بدانا من 91 من اول البوم سهارة لحد دلوقتي. سهارة والبدر طالع. الله. كانت اغنية عمرو دياب. والله؟ ارزاق يا ريس ارزاق. نور كل الشوارع. تلاقي القمر اللي ضايع جوا عيونك يا ليلى. كانت اغنية عمرو دياب واحنا كنا بنغنيها له. الله. يا سيدي يا سيدي. وقلنا بقى حبيبي ده وناري نارين ويا ليلى اللي نزل 97. حالة وتعالى. اتكلمنا طبعا عن التكريم العالمي اللي كان في مجلة سولون ده الهندية. لا ده امال ايه يا ريس؟ امال ايه؟ احنا مذاكرين جدا. برافو عليكم. طب عرفتوا لما كنت ابهرت الستاره في ام تي في انديا لمده مانث اوف جون 90 بتاع ذا يير 2000؟ 2000 وكام؟ ما سمعتش كويس. 2000 سنة 2000 كنت حبيبي ده. ده سنة الالبوم اللي نزل فيها حبيبي ده. ايوه ابهرت الستاره. ابهرت الستاره ذا رايزنج ستار. يا سيدي يا سيدي يا سيدي. والله حضرتك مشرفنا في كل حتة يا أستاذنا. وبجد بجد احنا بنتعلم منك من الناس من النجوم المجتهدين جدا لحد دلوقتي. أغاني القديم والجديد نستنى كل أغانيك دايما. فقول لنا بقى ايه الجديد. فاكرين لما احنا سهل حشيش وقعدنا نغني؟ والله احنا قضينا في سهل حشيش احلى وقت كنا احنا مع بعض تقريبا احنا الثلاثة وكريم عبد الوهاب الموزع. كانت حيلة. كانت احلى جميلة قوي. وهارموني قعدنا نغني هارموني وهيثم نبيل كمان كان معانا. ده حقيقي. ايوه كانت حفل رحلة جميلة. وانتوا اصواتكم تجنن. الله يخليك. والله واحنا بنموت فيه. ربنا يخليك. عايزين نعرف ايه جديدك الفتره اللي جايه. لا هنستناه بقى. عايزين نسمع. والله جديدي انا اتعرفت على الاستاذ المخرج والسيناريست مراد منير. ايوه. وهو بيحب الاعمال الفنيه اللي فيها مزيكا وغنى وحاجات كده. تمام. هو اللي عمل مسرحيه الكينج بتاعت محمد منير. حلو. الملك هو الملك. ومسرحيه لولي بتاعت محمد الحلمي. ومسرحيات كتير بقى لعلي الحجار وحسن الاسمر ويعني وعمل فيلم بتاع خالد سليم وداليا البحيري. كلها حاجات ليها ريليتد بالمزيكا طبعا. ايوه. فهو اتعرف عليا وقال لي الله انت لذيذ وجميل وطب طب تعالى ونقعد نعمل كتبنا مسلسل وكتبنا مسرحيه وبنكتب فيلم دلوقتي وان شاء الله ربنا يسهل هنبتدي نعرضهم بقى على قنوات ونعرضهم على حاجات كده لما نعمل بقى الكاستنج والحاجات دي يعني. احنا معاك يا ريس في المسلسل والفيلم ده. احنا معاك في كل حاجه. والالبوم ان شاء الله. ومعاك في الالبوم. والالبوم مع محسن ان شاء الله هسلمه له كمان 10 ايام. يلا على البركه. على البركه. وحيحته هو هنبتدي بقى نشتغل على البروموشن ماتيريال بتاعته. نعمل بقى اعلانات ونعمل حاجات علشان نقول بقى ان شاء الله سوني هشام عباس مستنين. بعد 8 سنين هشام عباس هنتخض مستنيين وزي ما احنا متوقعين. بس برضو حضرتك في خلال الفتره اللي فاتت برضو كان في مجموعه من السنجلز يعني لا تقل قيمه عن الالبومات. الحمد لله انا عملت حاجات لذيذه في حياتي وانا مبسوط منها جدا. قابلت ناس كتير حلوه اثرت عليا تاثير ايجابي وعملت حاجات اخدت تجارب جديده برضو ادتني دروس لذيذه فيعني انا مبسوط جدا الحمد لله. يا رب دايما. الحمد لله. كان معانا بقى متسابقه جميله اسمها ندى. اكتر واحده جاوبت اسئله تخص حضرتك. ايوه. ندى. ندى يا ندى. الو السوبر ستار هشام عباس معاكي. يا ندى. ازي حضرتك؟ ازيك يا ندى؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. طبعا انا بحبك جدا. انا انت في سنه كام؟ انا مواليد 2000 برضه. احنا النهارده الحلقه بتدور حوالين 2000. يا صغنونه اتولدت مع البوم حبيبي ده. 17 انت 17 سنه انت في ثانويه عامه؟ انا لا في اولى ثانوي. اولى ثانوي. طب هاي برافو برافو برافو.
فمتربية طبعا على اغاني هشام عباس من وانا صغيرة. والله الله ويعني بحبك جدا وعايزة اقول لك ان فانز رنا سماحة كله بيبعت لك تحية. فانز رنا سماحة؟ اهو. اوكي. وعايزين بقى عايزين الالبوم. مستنين الالبوم. كلنا مستنين الالبوم. يعني فانز رنا سماحة يا كلهم بيحبوني؟ ده عشان أيوة انا بتحبني طبعا. ده انا بموت فيك والله. والله وانا كمان وحياة ربنا. يعني انا لسه لما قابلتكم فاكرة في الحفلة بتاعة دي ام سي. انا اول ما شفت طب مش هتمسكني فيه. كنت عايز افضل واقف معاكم شوية بس للأسف كان معايا ناس. يا حبيبي هنتقابل كتير طبعا الفترة الجاية بإذن الله. أكيد. ومستنين أكيد. كل جديدك ودايما اكسكلوسيف عندنا في راديو 90 ان شاء الله. اكيد طبعا اكيد. هتسمعنا ايه يا نجم قبل ما نقفل؟ حاجة لطيفة كده. سمعكوا اللي احنا بنحبها نحرقها؟ لا مش نحرق اي حاجه. لا امين ابتدى يتضايق مني. خلاص 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 اصل بحبها قوي والله العظيم. انت الاولى والاخيره مهما عمري طول بعدك انت يا حبيبتي قلبنا مقفول قلبي حبك وداب خلاص الهواتي ملوش خلاص يا حبيبتي حبي ليكي حب مش معقول انت الاولى والاخيره مهما عمري طول. بحب الاغنيه دي كمان. اي حاجه منك بنحبها نجم. نورتنا وكنا سعداء جدا بالمكالمه دي ومستنيين كل جديدك ان شاء الله عندنا في راديو 90 ربنا يخليك يا رنا. وبالنسبه لندى يعني ندى خلي نبرتها عندكم هي لو عجبتني في اي حاجه يعني كلميني على طول. هيحصل يا نجم هيحصل حالا. نورتنا جدا سوبر ستار هشام عباس وهنسمع بقى دلوقتي قول عليا مجنون. يلا قول عليا مجنون. يلا بينا. باي 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 باي. ولسه بتسمعونا على راديو 90 دوت غنى مين عطا ورانا سماحه وفكرتنا دلوقتي كوبليت تاني. هنقول لك الكوبليت تاني من الاغنيه وهتقول لنا اسم الاغنيه ايه. اول تليفون معانا النهارده في فقرتنا اماني. الو اماني قلب رنوش. انت اماني قلب رنوش؟ ايوه بالظبط كده. ازيك يا اماني؟ الحمد لله. انت عامله ايه؟ الحمد لله. مين اول ما قال اماني اول ما رني قال اماني راح مين قال له اكيد اماني قلب رنوش. الله عليك. والدي فاكره ايه؟ لا خلاص بقينا اسره بعجين. ايوه طبعا. عامله ايه يا اماني؟ كله حلو؟ تمام الحمد لله. وحشتينا جدا بقى. والله وانتوا كمان وحشتوني بس انا بردان الحقيقه. للاسف انا بردان معلش. باين ها؟ ايوه انا لابسه كل حاجه فوق كل حاجه. ايوه الدفي جدا. طيب هغني لك الكوبليت تاني من اغنيه وتقولي اسم الاغنيه ايه. طب عايزه اقول لك حاجه الاول. اتفضلي. عايزه اقول لك مبروك على افراح ابليس وشاترو ميوزيكال. انت مشرفانا دايما. ربنا يخليك ليا. حلوه جميله. وسلام خاص بقى لزهراء. واحلى زهراء اللي ضحكت علينا من شويه. ايوه يعني انا خصماها. انا خصماها. لا لا ما تخصماش. انت قولي انا اسمي زهراء. زهراء ودنيا مغضوب عليهم. لا زهراء لا ودنيا برضه. زهراء ودنيا حرام حرام. خصمناهم خلاص. احنا خصمناهم. لا وراني كمان ما خصم. صح راني بيقولك استنوا بس علي استنوا راني بزحلف لكم. طب اقول لك يلا اغنيه قولي اسمها. انت حبيبي انت ابويا انت ابني روح اللي لما تسيبني ثانية اوام تسيبني مشكلتي ان حاجة اكبر من حبيبي لكن بحس ان انت بس يا دوب حبيبي. انا بغنيها صح؟ الله بقى بغنيها صح والله؟ طب دي اغنية ايه؟ حتة ناقصة. الله على الحتة الناقصة الجميلة. برافو عليك. مرسي جدا يا اماني. ومعانا مين يا من؟ كريستين. كريستين الو من يا من. ازاي ازيك يا كريستين يا حلو؟ ازيك يا مينا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام نشكر ربنا. كله تمام؟ عاملين ايه؟ كله زي الفل. بردانه شكلك ده متلج. قاعده متلج. انت منين؟ من القاهره؟ من اسيوط. احلى اسيوط. ناس ايه؟ طب جاهزه تلعبي؟ هبه ومدنة بتسلم عليك. تسلمي عليهم جدا. بتقول لاسماء مبروك عشان نجحت. قول لها مبروك بقى يا منى. الف مبروك يا اسماء. مبروك يا اسماء. الاخبار الحلوه الاخبار الحلوه. هو النهارده نتيجه يعني؟ هو نتيجه الترم الاولاني.
الحمد لله ما شاء الله مبروك. الاسم الثاني بقى يا اسلوب مبروك. هو انت بتدرسي ايه؟ انا كليه التكنولوجيا. وانت جامعه اسكندريه بس انا اتخرجت خلاص. طب برافو عليك. تمام الله ليك. احساس جميل قوي ان يكون واحد ما عندوش ما بيصحاش الصبح يروح المدرسه ولا الجامعه. شغل عادي جدا. اسكندريه الاصيل دي صعبه. اه الحمد لله ربنا خلصك بسلام. بسلام ده انا اتمرمطت هناك الحمد لله. نلعب بقى. يلا بينا نلعب. هنقول لك كوبليت تاني من الاغنيه وتقول لنا اسم الاغنيه ايه. ماشي. ايه عايزه يقولي قولي والله. اه ماشي. مش ناسي كلامك في وداعنا ولا اسود قلبك وعينيك كنت بقولك خليك جنبي ما تهزتش وهنت عليك. الله الله ده في دي ليه ولا ايه؟ ايه بقى؟ يعني دياب. ايوه اديله. راجع راجع. شاطرة شاطرة. اطلع لك يا برنس. ميرسي جدا يا كريستينا. ومعانا بس انا سهلة جدا. ايوه معانا ايه؟ بياخد وقت كبير قوي عشان يجاوب. ازيك يا ايه؟ ازيك يا ماما عامله ايه؟ الحمد لله كله زي الفل. ازيك يا مينا؟ زي الفل. ايه عامل ايه في الساعه دي؟ والله انا تمام جدا. انا لابس بطانيه. انا بقول ان انا هصبن المواعين. هتصبني المواعين؟ لا 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 ميه سخنه. ميه دافيه بقى. عيش ميه سخنه. لا مو الفكره بعد ما تخلص. برافو عليك. ست بيت قد الدنيا والله. قد الدنيا. ست بيت قد الدنيا والله. الجو ساقع وكده. ميه سخنه. ايديا هتقشف تقشف بقى. احنا ما عند بقول لك ايه عندنا الاستاذه امينه شلباقي الصبح بقى هتديكي كل الوصفات الجميله والحاجات الحلوه لل هو بقى يعني عيش حليب بقى بجلسرين بقى والحاجات دي علشان القشف. فازلين. مينا انا عايز اقول لك حاجه بس. اتفضلي. الله يخليك قولي. انا بحبك قوي 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 مهما اوصف لك انا بحبك قد ايه. مش هوصل لك احساسي بربع اللي انا حاساه. الله يخليك. وانا كمان بحبك جدا. بجد فخرنا بجد فخرنا. وبجد انت يعني انا مش عارفه اقول لك ايه. انت بجد انسان كويس مطلب كويس عايز تعمل حاجه بتجتهد كل حاجه. انا كل ما بصلي كل فرض يا مينا انا بدعي لك وماما بتدعي لك وعشان انت بجد واحد عايز تشتغل عايز تعمل حاجه. انا ماما لما كانت بتشوفك في السنه كده كانت بتقول مينا ده بحس ان هو اب يعني اب لشاهين والوشرين من كتر عقلك ومن كتر ان انت بتعمل حاجات. انا ما اعرفهمش مين دول. شاهين مين وشيرين مين؟ انا ما اعرفهمش. ده حبايب قلبي وربنا يخلي لك والدتك ويخليكي وكلامك على راسي من فوق ربنا يخليكي. وعايزه اقول لك حاجه بس صغيره بالنسبه لشيرين. شيرين بالنسبه لشيرين. شكرا يا مينا خالص يا مينا خالص يا مينا. ايوه على جرح وعلى احزاني يا ساتر. بالنسبه بقى لشيرين. ايوه ايوه بالنسبه لشيرين يحيى بجد انا بحبك وبحترمك وانا نفسي ايام الاكاديميه ترجع تاني او نعمل اكاديميه تاني هنا في مصر. نعمل احنا يلا نعمل اكاديميه بقى ونروح فيها كلنا. تبقى قويه يعني مع بعض ونضرب بعض حكايات نعمل عركه. شيرين يحيى رنا سراج عباس هايدي دينا كل المصريين كده في اكاديميه وتفضل طول العمر عشان بجد انا لحد دلوقتي ونفضل طول عمرنا قدام الكاميرا. ايه يعني ونجيب اولاد امتى؟ ناخد بريك ناخد بريك بريك. كده يعني كلامك جميل قوي ووصلنا احساسك الجميل واحنا كمان بنحبك جدا وبنحبك كلكم والله. كل الناس اللي بتتابعنا وبتدعمنا احنا بنحبهم وعلى راسنا والله. لحد دلوقتي بتفرج على ستار اكاديمي. انا مش يعني انا ما كنتش اعرف برنامج اسمه ستار اكاديمي الا في الموسم العاشر. خلتني دخلت اشوف رنا في ستار اكاديمي 9 خليتنا نشوف محمد سراج لما يعني سراج ده ما يعني ما كانش ما كنتش مهتميه بالبرامج. كنت اتولدتي ولا ايه؟ لا ما كنتش سراج كان قديم شويه على قديمه. يعني محمد سراج فدخلت كلهم نجوم زي الفل وكلهم اصوات حلوه على فكره. ربنا يخليك. وتلاقي المصريين كده فيهم اصوات ما تلاقيهاش في اي حته. احنا نعمل حلقه نتكلم فيها عن الموضوع ده براحتنا بقى.
بس ايه ايه جد بجد ايه كلامك حلو جدا ومتشكرين. شكرا يا ايه كلام خالص يا ايه بس مش هنلحق نلعب بقى. فكلامك الجميل اللي امتعتينا بيه بنشكرك عليه ونروح نسمع اللي غايب جديده دي. ها حصري محمد منير اللي غايب ونرجع نكمل معاكم دويت غنى مع مين ومنى. يلا بينا على الراديو 90 90. مكملين معاكم دويت غنى مع مينا ورنا ولسه مكملين معاكم فقرتنا الاخيره الكوبليه الثاني. معانا نوره من السعوديه. نوره الو ازيك يا نوره؟ بناش هلا والله يا روحي انتي اخيرا. الحمد لله على السلامه يا نور. الله يسلمك فنوش نحبك مره مره مره. والله انا احبكم مره مره مره. وانا كمان. ايش السيشن الجميل هذا؟ ايش الحركات الحلوه دي؟ ربنا يخليك يا رب. مبروك يا قلبي انك خلصت الجزء الاول من مسلسل النص الثاني. الله يبارك فيك حبيبتي. ومبروك التعاطي مع مسلسل افراح ابليس. ومبروك المسرح الغنائي. الله يبارك فيك. ايوه ايوه أوه. عندنا مسرح. ايوه عندنا عندنا فضائي. يا حبيبتي الله يسلمك يا رب. ميرسي جدا يا نوره. رنوش بوصلك بس سلام للرنوشيات السعوديات شوقي فاطمه وزيزي رنوشيه ورورو حياه رنوش. واحلى تحيه للرنوشيات السعوديات واحلى تحيه للبنات السعوديه. طيب ممكن اطلب اغنيه؟ تطلبي أغنية؟ طب مش ما تلعبي أيوه. وتكسبي الأول. صح صح كده صح. طيب يلا تضحك علينا ولا إيه؟ يلا يا منى الأغنية. غني لها أنت حاجة بقى سعودي. غني لها حاجة سعودي؟ آه. طيب أقول لك أغنية إيه؟ ده أنا المفروض إن أنا أفتكر الكوبليه التاني من أغنية خليك عشان أغنيها لها. طب استنى ما أفتكر. والله لا أشغل أفكارك وأشعل بالهوى نارك وسكن قلبي بدارك وعلم كروان سياه ناويلك على نيه. برافو. الله 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 الله. مبسوطه يا رنوش اللي كلمتك والله العظيم يا حبيبتي. وانا كمان عايز اسمعي ايه؟ ممكن تغني لي اغنيه غيري؟ اغني لي اغنيه غيري؟ يلا لايف لايف نسمعها لايف منك. حلوه. برافو نوره. غيري وبقيت ما غيري وخلاص هتعيش من غيري ومشيت بس سايب فيا النار والعذاب والأذية. عايش ومبسوط وراضي وانا بموت كل ثانية بالنسبة ليك انت عادي بدلتني بوحدة تانية. الله يا سيدي سلام. اغنية دي بحبها قوي. بوسي مش بايس مينا. ازيك يا بوسه؟ وحشتيني يا نانوشه. ازيك يا بوسه يا جميل؟ الحمد لله يا حبيبتي. الف مبروك. الله يبارك فيك. شرفانا ورفع راسنا. ربنا يخليكوا ليا يا رب. الف الف مبروك على عشان خلصت النص الثاني. الحمد لله. والف مبروك على افراح ابليس وعلى المسرح. احنا مبسوطين ده بقى بالمسرح ده اكتر حاجه. عايز اسالك سؤال. انتوا مبسوطين ولا بيطلع عيني؟ طبعا طبعا. طب احسن حاجه احسن حاجه بقى نيوش. وعايزه كل الرنوشين بيسلموا عليكي احلى تحيه. وكمان عايزه ابارك لادمن هبه عشان اتخطبت. الف مبروك يا ادمن هبه. وعايزه بقى السلام لكل ادمن وكل الرنوشيين بقى. الله يسلمك. حبيبتي يا رنوش. يلا يلا نلعب بقى. قول لنا حاجه سهله. حاجه سهله حاجه سهله. نقول لك اغنيه سهله. سهله سهله. قول لها اغنيه يا منى. هي دي ايه دي؟ غنيها كده. انا مش عارف اعيش من بعده انا مش عارف اموت والناس حواليا بتتكلم وانا مش سامع صوت زي ما كنت مثال من شمع تشوف وتقول انسان
ممكن تبقى ملامحه بتضحك ومن جوا بيقول تعبان. صعبة. لا نار اسود يا زلاوي. دي اسهل حاجة في الكون. معروفة. لا مش عارفة يا رنا، مش عارفة يا مينا، مش عارفة. حظ سعيد في المرة القادمة. دي كل حاجة بينا، كل حاجة بينا لسه بتفكرني بيك. حكيت اللي فوق شفايف. وقتنا خلص. الحلقة خلصت النهاردة، هتستنوها الخميس الجاي ان شاء الله من 9 ل 11 دوت غنى مع مينا ورنا. سلام عليكم.